رائدة الأعمال التالية تطرح مشروع متابعة الصحة النفسية للموظفين في أماكن العمل. اسمي نوال المصري، فلسطينية لبنانية كندية، متخرجة من الجامعة الأمريكية بالشارقة. I'm a multicultural child with a global thinking mind. اليوم طالبة منكم مليون درهم بمقابل 15% لشركة أكسيل. شارتس، أكسيل بلش من وراء قصة شخصية أنا مرأت فيها بماي mental health. بلشت by using clothing as a tool تقدر وصل المسج of self-awareness and mindfulness. من هنيك بلشت أعمل collaborations مع creatives و artists من حول العالم. وبلشنا نكبر. والصوت of mental health صار يكبر. People resonated with vulnerability. ومن هنيك صرنا نعمل حملات ومبادرات وكبر ال creative community لفوق 350 شخص وكبر ال subscriber list لفوق 15,000 subscriber من social media و newsletters. بلشنا نشتغل مع organizations as a pilot. عملنا 3 types of services: product development and design, customized mindful campaigns, and mental health workshops and initiatives. Sharks, إذا ما نحنا دعمنا هالقصة, what are we leaving to the new generation to come? شكراً نوال. Thank you. نوال, ممكن تخبرينا أكثر عن business model؟ أعتقد إن ما وضحت. البزنس موديل اتس ا بي تو بي بزنس موديل وين بنعطي سيرفيسز للاورجنايزيشنز تنقدر تو بوزيشن ذم اند ترانزيشن ذم انتو ا مور مايندفول ورك بليس اكسترنالي اند انترنالي. مش مختلفين معك على المايندفولنس. لما تقولي اورجنايزيشنز عم تقصدي كوربوريشنز. كوربوريشنز وانتربرايزز. عندي 100 موظف انا بالشركه. جيف مي ا براكتيكال اكزامبل. بيجي على شركتك بعطيك ذا ليست اوف سيرفيسز اللي اكسهيل provides. يعني انت نوال تقدمين برامج تدريبية yes. للمؤسسات. Yes. تحت كذا بند ولكن برامج تدريبية. Yes. يعني بتجي بتعملوا محاضرات قدام الموظفين. Yes. عنا بأكسهيل في creatives و mental health experts و mindfulness experts. Okay. So one on one. Sustainability one experts. One on one بتفوتوا على الشركات بتعملوا المحاضرات. بس يمكن مش ضروري one on one يمكن كمان. 100%. Hey, groups. Workshops. Mindfulness and mental health is something that the workplace needs, the consumer needs, and the customer needs. We need to stop selling mass and be a purchase for purpose. Our average pricing cost starts at 95,000 dirhams. 95,000 dirham lal. للجلسة للشهر كيف؟ لا للبرنامج اللي بدوم قد ايه؟ Around 2 months or 1.5 months. نوال صار لكم كم سنة؟ البي تو بي صار له سنة. مشتغلين مع كم شركة للحين؟ 4. قلت البي تو بي صار له سنة، شو كنت عم تعمل من قبل؟ So I pivoted Exhale لبي تو بي لأنه I realized إنه كان في مشكلة الأورجنايزيشنز والإمباكت اللي بدي أعملها بدي أعملها أكبر من only direct to consumer. So اللي عم بقدمه اليوم هو ال B2B new business model. ال D2C كان كم سنة؟ ال D2C كان 3 years. سكرتي خلاص؟ Yes. وال D2C كان بعد يعني services برضو خدمات؟ كان product. ايش ال product؟ Some of them you're seeing them today. Okay, clothing line. Yes. So اليوم عم نعمل ال impact اللي عملناه بال D2C بقلب organizations لنكبر الامباكت. نوال بس قولي شو حسابك بالمليون درهم؟ عم نسأل لل 1 مليون لنقدر in 7 months نعمل 2.2 مليون ونشتغل مع 22 شركات تنقدر نعمل التراكشن وبالسنة حيكون 4.2 مليون درهم. الفوركاست تبعك 2024 قديش مدخول؟ So the projected forecast على 1 year بيكون 4.2 مليون درهم. Okay. And the growth is 15%. Second year, 25%. Third year. أنتوا مين؟ لوحدك ولا معك تيم؟ عندي تيم. شو اختصاصه؟ Background تبع فريقي is 9 years in SAP CTO and myself in brand activations. بس يا نوال background تبعك منه psychology, wellness, جاي من الماركتينج. شكلها رحلتك الخاصة كانت. بلشت خاصة صارت بزنس. اوكي، أعطينا شوية عن رحلتك. من وقت ما كنت 16 سنة ل 24 سنة كان
كان عندي severe anxiety and borderline depression. بس الحمد لله بعد فترة من الثيرابي والوعي عن شو هو المنتل هيلث، لأنه على 16 لل 24 ما بعرف شو هو المنتل هيلث. I believe if we speak louder ونقدر نعمل purposeful driven campaigns and initiatives، لأنه where you're working أنت عم تقضي نص وقتك وحياتك بهالشركة، وهي الشركة مفروض تكون mindful. This is the world standard. If it's not today the world standard, then something is wrong with the world today. بس في كتير شركات عم يعملوا هالشيء اوريدي. انت واحد منهم. قالت انت واحد فيهم، انت قاعد تسوي هذا الي؟ لا انا بآمن بهالشيء، بس اليوم هذا السوق كتير واسع، يعني انا بعرف 10 شركات بيعملوا بتعمل بدبي مينيموم. كيف بدك نفسيهم؟ The creatives اللي اكسهيل عنده كل الشركات اللي بعرفهم اليوم ما عندهم يعني. انت كم مبيعاتك للان الفتره السنه هذه؟ انت صار لك سنه شغاله. انا عملت بايلوت، والبايلوت عملتهم مع one government entity, one international retail and two international automotive. Collectively we generated 400,000 dirhams in 3 to 4 months. نوال، هذه الشركات اللي اشتغلت معاها في البايلوت، هل في التزامات منهم لبرامج مشابهه انك انت تقومين بها؟ في two organizations ملتزمين ببرامج مستقبلية. نوال، عندك أفكار كثيرة ما أقدر أستثمر فيها المشروع في المرحلة الحالية، وعلى هذا الأساس أنا أسف. أنت قاسي كثير. والله أنا واقعي وقلت رأيي، وإن شاء الله تكون أنت ألين. نوال، أنا كنت حبيت أسمع منك شيء ثاني. حبيت أسمع منك إنه عم تركزي على المايندفولنس، إنه عندك فريق عمل اختصاصه المايندفولنس، لأنه هذا الشيء الميزة اليوم لعزة المؤسسات. كل المؤسسات عندها sustainability programs وعندها طرق تعمل هي الإيمج تبعها برات الشركة. البزنس بلان تبعك معقد بصراحة. I'm sorry، أنا بدي أنسحب. نوال، أنا يعني كمان في كذا شغلة أنت مركز عليها ولسه عم بكير تركزي على كذا مشروع، فلهالسبب كمان أنا بنسحب. نوال، أنا أتفق مع نور، أعتقد أن حاليا في وايد مشاريع تحت الشركة. ولهالسبب أنا بنسحب من السفر. نوال، أقول لك أنت take a breath and exhale وركزي على شيء واحد وأنا أنسحب. مع أن الخمسة شاكس انسحبوا ما في استثمار اليوم، ولكن أتمنى لك كل التوفيق. شكراً لوقتكم. إن شاء الله بالتوفيق. آمين يا رب. Thank you. تعلمت كثير منهم، إن شاء الله من their advice حاروح وexecute بس ينعمل اللي هن they're expecting. I'm sure one of them will be there. اللي يجي إلى هذا المكان إحنا واجبنا نعلم أن نعطيه نصايحنا، طبعا هذا يستفيد منها ما يستفيد منها يلقى أحسن منها، هذا طبعا متروك للشخص نفسه.